مساء الخير أعزائي المشاهدين. يا سينا من سينا اللي فات، يا أغلى أغلى الذكريات، يا شراب في بحر بينفرد مدد مدد، وإن كان في أرضك مات شهيد في ألف غيره هيتولد. النهاردة إذا كان الشهيد عمر القاضي توفى، فإحنا النهاردة بنخرج دفعة كاملة من كلية الشرطة باسم تحمل اسم الشهيد. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، دفعة الشهيد النقيب عمر القاضي بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، وشاهد الرئيس عروضاً رياضية وعسكرية وقتالية لخريجي الكلية تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدى سنوات الدراسة الأربعة والقدرة الفائقة على التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها. كما قدم الخريجون عروضاً قتالية وتسلق المباني المرتفعة وتخطي الحواجز لمسافات طويلة. هننقل من المستقبل للمستقبل برضو. بكرة إن شاء الله هتبتدي المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، هتستمر حتى الخميس المقبل إن شاء الله. الجديد السنة دي إن الرغبات هتكون 75 رغبة مش 60 بس، ولازم الطالب يملاهم كلهم. كمان عندنا حاجات جديدة، عندنا كليات جديدة وتخصصات جديدة بتنضم السنة دي لأول مرة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليها، زي كلية الذكاء الاصطناعي بالنبارية محافظة البحيرة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة سوهاج، وكلية الذكاء الاصطناعي في جامعة كفر الشيخ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف، وكلية التكنولوجيا وصناعة الطاقة في جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية. هنسيبهم وهنروح لخبر عجيب شوية. بعد ما خلصنا تنظيم كأس الأمم الأفريقية بنجاح شديد وبتأمين متميز الحقيقة بيعكس حالة الأمان اللي بتتمتع بها مصر حالياً، كان في ناس ليها رأي تاني. فوجئنا بقرار الخطوط الجوية البريطانية بتعليق رحلتها للقاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي. هنوضح بس ان شركة الطيران بيكون ليها تفتيش ليها لوحدها، وده بتعمله كل شركات الطيران قبل صعود الطائرة، يعني قبل ما بعد ما تفتش في المطار بتتفتش تاني قبل ما تطلع الطيارة، كل الشركات بتعمل كده. الغريب في الموضوع هنا ان الاجراء ده كان اجراء مفاجئ واحادي من الشركة. السفارة البريطانية في مصر قالت ان القرار ده مش قرار وزارة النقل ولا قرار وزارة الخارجية البريطانية، يعني وزارة النقل اللي هي معنية بسلامة الرحلات الجوية ما عندهاش فكرة، وزارة الخارجية البريطانية هي المعنية بسلامة الرعاية البريطانيين وبرضو ما عندهاش فكرة، وزارة الطيران المدني المصري ما تبلغتش بأي مخاوف أو ملاحظ أو أي حاجة. الطيران الألماني لوفتهانزا انضم وعلق الطيران بتاعه يوم واحد بس، لكن هي الفكرة إن إذا كان في مخاوف أيا كان نوعها فأكيد إحنا من حقنا إن إحنا نعرف. إذا كانت المخاوف اللي أنتوا بتتكلموا عنها دي عندنا فأكيد إحنا لازم إن إحنا كنا نعرف إيه الموضوع بالظبط. نشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل مع برنامج جديد مع حاجة جديدة، وهنتكلم النهاردة عن التكنولوجيا وعن أهمية الكليات اللي احنا شفناها النهاردة بتتفتح جديد في مصر إن شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل. أهلا وسهلا بيكم حضرات المشاهدين في أول حلقات برنامج الرحلة. كل شخص فينا بيمر في حياته برحلة، الحقيقة هما رحلتين، رحلة الناس بتشوفها ورحلة داخلية محدش يعرف عنها حاجة غير الشخص اللي بيمر بيها. الرحلة الداخلية بتتغير فيها أفكارك ومشاعرك وعواطفك، حتى الدوافع بتاعتك كمان بتتغير. برنامجنا هيستضيف كل حلقة ضيف جديد، هنحكي في الأول موجز عن رحلته الخارجية عشان لو حد وقعت منه محطط منها، وهنسيب ضيفنا بعد كده يحكي رحلته الداخلية بنفسه. طب احنا بندور على ايه في برنامجنا؟ بندور على الالهام، اللحظة الفارقة في حياة انسان ممكن تكون لحظة فارقة في حياتك انت كمان. الاحباط اللي انت فاكر انك مش تقدر تعديه ممكن يزول اول ما تشوف غيرك ازاي عداه ونجح. اليأس اللي انت فاكره اخر الطريق ممكن تكتشف معانا انه مجرد عقبة في الطريق. هتكتشف معانا في الرحلة ان الرحلة بتاعت غيرك ممكن تكون شبه رحلتك بكل تفاصيلها، بكل مشاكلها، بكل عقباتها. ضيوفنا مش لازم يكونوا مشهورين، ضيوفنا ناس قدروا يمشوا طريقهم للآخر بنجاح. لو شايف نفسك كده، لو تعرف حد كده، ياريت ترشحه لنا، ويلا بينا نبدأ رحلتنا. البرومو للبرنامج اللي بعده اسمه الدوامة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقات برنامج الدوامة. فكرت نفسك تكون إيه لما تكبر؟ نفسك تتخصص في إيه؟ ولا مستني لما تدخل الكارير غلط وبعد كده تفكر إنك تعمل كارير شيفت وتبتدي من أول السطر؟ هي دي الدوامة اللي احنا نقصد عليها.
اللي احنا نقصدها، عارفين ان الاختيارات قدامك كتير اصلا وانت تايه بينهم، بس احنا هدفنا نحط قدامك كل الاختيارات. صحيح هتتوه اكتر، لكن الاحسن انك تتوه دلوقتي وقت الجد، وقت القرار، تقف على ارض صلبة احسن ما تتوه شوية دلوقتي وتفضل تتوه طول عمرك. هدفنا انك مش ما تشوفش الكارير اللي انت عايزه من بره وبس، احنا عايزينك تعرف كل حاجة عنه عشان تقدر تجربه بجد. عشان كده هنستضيف ناس عاشوا في الكارير ونجحوا، وهنكون كمان اول برنامج يستضيف ناس فشلوا. المهم انك تعرف، المهم انك تخرج من الدوامة دي على رجلك، ونتمنى لك كل التوفيق. البرومو للبرنامج الثالث. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج انت تستطيع. كان نفسي اقول لكم ان هو برنامج جديد من نوعه وفكرته مختلفه وان احنا اشتغلنا عليها كتير، لكن الحقيقه غير كده. الفكره احنا كلنا شفنا وتابعنا برنامج مصر تستطيع، شفنا واعجبنا وانبهرنا بعلمائنا في الخارج. احنا هنعمل زي مصر تستطيع بس من زاويه مختلفه شويه. هنقابل طلبه مصريين بالخارج، خريجين جداد لسه او خريجين جداد، ناس في اول الطريق او في نص الطريق، عشان عايزينهم يعلمونا ازاي نحط رجلينا على اول الطريق. ذاكروا ايه، راسلوا مين، ايه المهارات اللي لازم تتعلموها قبل ما تقدموا، ايه اللي لازم تاخدوا بالكم منه، ايه اللي هيفيدكم لو اخترتوا الطريق ده. كل ده واكتر هتعرفوه معانا في برنامج انت تستطيع. مساء الخير اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. والنهارده احنا شفنا كليات جديده بتتفتح، كلها بتتكلم عن التكنولوجيا، كلها بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي. فاحنا عشان نقول لكم يعني ايه ذكاء اصطناعي وقد ايه الموضوع بقى مهم، وان هي الصناعه العاديه القديمه بقت مختلفه، وان في طفره حصلت في الصناعه. ان انا عايز اقول لكم ان مثلا جهاز الايفون اللي احنا بنشتريه ومتصنع في الصين، الجهاز ده اللي بيروح منه للصين 23% بس من قيمه الشراء بتاعك. في ابلكيشنز، برامج على الموبايل النهارده بقت بتتباع بارقام خرافيه، مجرد فكره اتحولت لابلكيشن اللي بعد كده اتحولت ل 19 مليار دولار، اللي هو برنامج واتساب. شركه مايكروسوفت اشتريته ب 19 مليار دولار. شركه النقل الجماعي زي اوبر وكريم وبقيه الشركات دي راس مالها اللي هي تملكه تقريبا ولا حاجه، هي عربيات الناس، لكن قيمتها السوقية في شركة أوبر مثلا بتوصل ل 66 مليار دولار. طبعا احنا عندنا كمان مثل كويس جدا وجميل جدا هنا في مصر، هو المهندسة مي مدحت ومنصة إيفنتوس. المنصة دي مجرد ما اتفتحت بعدها بسنتين، في خلال سنتين كانت أخذت 2.6 مليون دولار تمويل. فاحنا النهارده بنستضيف الاستاذ حسام الدين السيد، هو وصديقه اخترعوا ابلكيشن جديد على الموبايل، واحنا عايزين نعرف منه الموضوع ده، وعايزين انتوا تركزوا ان الاهتمامات مبقتش زي زمان. مش اللي هندور عليه لما كنا احنا في ثانويه عامه هو اللي هندور عليه لاولادنا وهم دلوقتي داخلين تنسيق ثانويه عامه. اهلا بحضرتك استاذ حسام. اهلا وسهلا. يا ريت حضرتك تحكي لنا على الابلكيشن بتاعك. هو عباره عن ابلكيشن اسمه بي اور جيست، اللي هو اختصاره بوج، بي او جي بالعربي. بالعربي اللي هو يعني كون ضيفنا بالظبط كده. بس هو موجود، يعني هو موجود على الاب ستور او موجود على النت، دايما لما تيجي تنزله هتلاقيه دايما بالانجلش يعني. تمام. هو متوفر على سواء بقى اللي معاه التليفون الايفون او معاه الاندرويد اللي بيستخدم نظام الاندرويد في التليفونات. جميل. الابلكيشن بيهتم بفكره ان اي حد عايز يعمل حاجه متعلقه بالفرح، حجز القاعات، الميك اب ارتست، الكوش، الناس اللي بتعمل الكوش، حجز مكاتب السفريات لشهر العسل، كل الحاجات المتعلقة بالفرح، الكوافير، حجز بدل الرجال، الفساتين، كل ده موجود في الابليكيشن. تمام. خلينا نسأل الأول، الابليكيشن ابتدى من امتى؟ هو فعليا يعني احنا بدأنا مثلا حوالي سنة ونص بنحاول بقى من موضوع ان احنا نعمل الابليكيشن نفسه وكده في الحاجات اللي هي قبل ما ينزل الابليكيشن، انما لما نزل الابليكيشن بقى له 6 شهور شغال فعليا. وصل لكام مستخدم حتى الان؟ حوالي 3000 مستخدم. هو الانتشار الابليكيشن لسه في البدايه، لان هو موجود في حوالي 4 محافظات بس. هنتمنى ان هو ينتشر اكتر من كده بعد الحلقه باذن الله. باذن الله. تمام. التطور اللي انتم شايفينه ليه ايه؟
احنا شايفين ان شاء الله ان احنا باذن الله ان احنا لو قدرنا ننتشر في بعض في بقيه المحافظات عن طريق بقى ان احنا يعني بنحاول زي ما حضرتك زي ما احنا طلعنا مع حضرتك عشان نروج للموضوع ان فكره ان الناس تفهم ان المشروع بيهدف الحاجتين توفير الوقت وفي نفس الوقت توفير المال لان هو الابلكيشن الميزه منه كمان ان احنا بنعمل خصم للعميل من اي حاجه هما بيحجزوا من خلالها يعني مثلا انت بتحجز قاعه افراح مثلا طيب نوضحها وضح لنا هو شغال ازاي بالظبط يعني بمعنى انتوا بتنزلوا الاول تمام. تتفقوا مع قاعات الافراح تمام وبعد كده تتفقوا معاهم على نسبه خصم لو حد حجز عن طريق الابلكيشن بتاعكم بالظبط اي بقى سواء بقى اللي بيعملوا الكوش القاعات مكاتب السفريات اي حاجه من دي بنتفق معاهم احنا الاول وبننزلهم على الابلكيشن اللي هيخش على الابلكيشن مثلا هيسيه مثلا عايز يحجز قاعه افراح مثلا في القاهره مثلا يعني تمام. فهيخش على القاعات الموجوده في قاعات الافراح الموجوده على الابلكيشن اللي في محافظه القاهره هيشوف المواعيد بتاعتها المتوفره اليوم اللي هو عايزه الساعه ويحجز من خلالها من خلال الابلكيشن اي حجز من خلال الابلكيشن بيبقى ليه تخفيض للمكان اللي هو حجز منه طيب انتوا قلتوا اللغه الانجليزيه بس هي المستخدمه حتى الان لا هو استخدامك للابلكيشن انا بتكلم على اسم الابلكيشن انما استخدام الابلكيشن فيه عربي لكن الواجهه المستخدم فيها عربي مفيش مشكله اي حد يعرف يستخدمه تمام الحاجه الثانيه طرق الدفع هو طرق الدفع ايا كان يعني سواء بقى بس هي معظمها هتبقى هدفع على الابلكيشن ولا انا هروح لا ده على حسب المكان اللي احنا بنبقى متفقين معاه بس بنسبه كبيره بيبقى كله عن طريق اللي هو الفودافون كاش مثلا او الفيزا او اي حاجه من دي مش 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 شرط الكاش يعني مش شرط ان انت تروح تدفع للمكان اللي انت هتدفع فيه طيب اللي انت هتعمل فيه الحجز انا هاخد اخر سؤال عن الابلكيشن بتاعك وعايز اسالك انت في حاجه تانيه عايز تضيفها عايز تقولها للناس عن الابلكيشن بتاعك لا انا بس يهمني ان الناس تعرف ان الابلكيشن مهم الفكره ان هو هيوفر لهم وقت كبير وده لازم طبعا يعني يكون وهيحط قدامهم كل الاختيارات بالظبط كده وفي نفس الوقت ان هو هيوفر لك ان انت لو عايز تحجز القاعه في اي حته مش يعني ايا كان مكانك فين انت عايز تحجز القاعه في اي حته برده هيوفر لك فكره ان انت لازم تروح لا الوقت بالنسبه لك مش هيبقى فيه اي مشكله بس يعني بنتمنى طبعا من الناس ان هم يستخدموا الابلكيشن وفي نفس الوقت طبعا يعني بنتمنى ان هم ان الناس يوصل لها سواء بقى اصحاب القاعات او كده ان احنا يتواصلوا معانا عشان نعرف نزود العدد بتاع الناس الموجوده في الابلكيشن عشان المستخدمين يزيدوا كده والفايده تبقى مع الجميع انتوا معاكوا على الابلكيشن الويدنج بلانرز الناس اللي هي بتنظم افراح هو ناس تمام دول موجودين معاكوا على الابلكيشن تمام جميل ممكن تشرح وظيفتهم للناس لانها جديده هي الويدنج بلانرز لسه ما وصلتش لكل الطبقات في المجتمع المصري فاحنا عايزينك تشرحها هو اللي بيبقى المسؤول عن توظيف الفرح من ساعة ما من قبل ما الفرح يبتدي لحد ما الفرح يخلص والعرسان بقى سواء هيروحوا شهر العسل او هيروحوا البيت انما هو كل حاجة مسؤولين عن كل حاجة بقى حجز الكروفير حجز القاعة الدخلة نفسها بتاعت العريس والعروس كل ده هم اللي بيحضروه بيجهزوه عشان يوفروا على العريس والعروس المجهود جميل وعشان عشان اي احنا دلوقتي بنكلم المستخدمين وعايزين نكلم كمان الناس اللي لسه ما اشتركتش معاك تمام فهو عشان يشترك معاك هيدفع فلوس لا نهائي ما فيش اي حاجه هيدفعها غير يعني احنا المقابل الوحيد اللي احنا مستفيدين منه فكره التخفيض اللي هو هيقدمه عن خلالنا تمام فالناس كلها هتختار فكره يعني ده الفكر بتاعنا ان الناس كلها هتيجي لينا للابلكيشن ومن خلالها هياخدوا التخفيض احنا هيبقى لينا نسبه متفقين معاها مع سواء بقى مع قاعه الافراح مع الويدنج بلانر اي حاجه من دول اللي عاملينه احنا هنبقى متفقين معاهم على النسبه بتاعتنا انما هو مش هيدفع اي حاجه تمام انا هخرج بقى من الابلكيشن بتاعك لازاي احنا ممكن نعمل ابلكيشن ازاي اي شخص دارس في الموضوع ده هو محتاج يدرس ايه خطواتك انتوا كانت ايه ان انتوا تعملوا ابلكيشن هي الخطوه بدات بفكره من الناس اللي هي اسست يعني اللي جاء في دماغهم الفكره احمد عباس ومحمد عباس ومحمد شاهين هم دول الثلاثه اللي اسسوا الفكره جت في دماغهم الفكره وبعدين راحوا طبعا الموضوع خد لفه كبيره عقبال لما عرفوا فكره ان انت يعني ازاي تاسس ابلكيشن فلازم بقى تروح الاول اولا رحنا لان يعني كانت الخبره قليله شويه فروحنا لمكتب تسويق وكده عشان نعرف ايه الموضوع وكده وبعدين رحنا بقى لشركه ايفون شركه ابل عشان نشوف ازاي ننزل الابلكيشن عندهم ونظام الاندرويد برضو ازاي ننزل الابلكيشن عندهم بس يعني اللفه خدت شويه بس انتوا رحتوا لحد انتوا اصحاب الفكره لكن اللي نفذ حد تاني لا هم احنا نفس انتوا نفسكم اللي نفذتوا يعني اي حد طب قول لي الخبرات الاساسيه اللي انا محتاج اعملها تكون عندي عشان النهارده اعرف اعمل ابلكيشن لا هي مش محتاجه خبرات اكتر ما فكره ان الفكره تبقى جديده
اتعلم تبقى بره الصندوق. انا عشان اعمل ابلكيشن انا خلاص جات لي الفكره دلوقتي واحنا قاعدين، انا عايز اعمل ابلكيشن. اوكي، فازاي انا محتاج اعمل ايه عشان اعمل ابلكيشن؟ هو بنفس احنا بنفسنا ما عملناش، احنا جبنا برضو مصمم برامج. أيوه، هو اللي هو اللي عمل بالظبط كده، هو اللي عمل الابلكيشن. انت صاحب الفكره بالظبط. طيب في طريقه لتسجيل الفكره كبراءه اختراع الاول قبل ما تروح للمصمم؟ والله احنا بنسعى فيها بس لا لسه ما حصلتش بصراحه. هي دي المفروض انها تكون الاولى، مع انت رايح للمصمم، انت رايح لشخص. تمام. ممكن تكون كانت عنده نفس الفكره، بس يعني احنا عايزين نخلينا ماشيين، يعني ننصح الناس انها تمشي في الطريق الصح. بالظبط. الاول هو هيسجل براءه الاختراع بتاعه، بعد كده ودي هنقولها لهم في حلقه تانية ان شاء الله، هنجيبها لهم بالتفصيل. بعد ما يسجل براءه الاختراع هو بيروح للمصمم. تمام. طيب تكلفه تقريبا كانت قد ايه عشان تعمل الابلكيشن؟ لحد دلوقتي التكلفه وصلت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. تمام. احنا بنشكر حضرتك النهارده على وجودك معانا، ومتشكرين جدا لحضرتك، ونتمنى ان يعني الابلكيشن بتاعك وكل نجاح ان شاء الله. ربنا يخليك. وده كان ختام حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.